الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي هذه الآية دليل على حرمة أذية المؤمنين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلوبهم لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. الحديث. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا. فلا يجوز أذية المؤمنين. ولهذا كان الذب والدفاع عن أعراض المسلمين أجره عظيما. من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار، في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فإذن الذب عن أعراض المسلمين واجب، كل على قدر استطاعته، وهو نصح للمغتاب ونصح أيضا لمن يغتاب. والدفاع عن المؤمنين، فوالله رب العالمين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فالله يتولى الدفاع عن المؤمنين، وكتابه مليء بالدفاع عن المؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أولئك المنافقون هكذا يقولون.
قال الله عز وجل ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ولما كان الفسقة هم الذين ينقلون القالة وهم الذين يشتغلون بمثل هذه الأمور ليل نهار، حذر الله المؤمنين من تصديقهم والمبادرة إلى الأخذ عنهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ما قال بخبر، لأن النبأ هو الخبر العظيم. فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، والعلة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كم من إنسان نقل نقلا وعمل بما نقل إليه فندم على ذلك أشد الندم. ومن هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث جابر: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن التحريش. من الذي ينقل هذا التحريش؟ ومن الذي يأتي بهذا التحريش؟ هم المنافقون والفسقة. ومن الذي يتلقاه؟ هم الذين لا يعملون بمثل هذه الأدلة ولا يحسنون الظن بأنفسهم وبإخوانهم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون بأنفسهم خيرا. إذن ينبغي أن نتعامل بمثل هذه الأدلة ونعمل بها. وأعظم ما أو من أعظم من ينبغي أن ندافع عنهم وأن نرد الشبهة التي تثار عليهم هم علماء السنة، لأن علماء السنة المصلحون المحسنون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. العالم السني السلفي صالح في نفسه مصلح لغيره. من كان صالحا في نفسه يسلم من أذية الناس، لأنه لا يصادم الناس في أهوائهم، إنما هو متقوقع على نفسه، وصلاحه لا يتعداه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر كواكب. لما تنظر إلى الكواكب والنجوم تضيء، لكنها تضيء حول نفسها، بخلاف القمر يضيء للدنيا، يضيء الدنيا ونور للدنيا. فهذا هو فضل العابد على العالم، المصلح على الصالح،
هذا هو. إذا كان الإنسان مصلحا يتسلط عليه شياطين الجن والإنس، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدوا من المجرمين يتسلطون عليه ويؤذونه، لكنه مؤيد من ربه، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ألا وإن من علمائنا الأماجد وأئمتنا الأنجاد الأمجاد عالم القطر اليماني ومحدثها الألمعي يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، هذا الرجل له فضل عظيم ومنة كبيرة على أهل السنة في سائر المعمورة، فلا تكاد تجد أرضا يخلو من طالب من طلبته أو كتاب من كتبه أو مسموع من مسموعاته، لا تكاد. وما ذلك إلا لأنه ربى أجيالا وعلم طلابا، وكان هؤلاء الطلاب على طرائق قددا، وإن كانوا ربما من انحرف منهم كان يظهر السنة ويتظاهر بها قبل أن ينحرف ويرجع القهقرة. فعلى قدر مكانته العظيمة في وسط الدعوة ابتلاه الله عز وجل ببعض الفسقة أو من يتلقف عنهم كما قال الله جل وعلا وفيكم سماعون لهم، ربما يستغفل السلفي والصالح وربما يأتيه رجل لسن ذو فصاحة وذو يعني تنميق للكلام فلا يستطيع دفع كلامه، وربما اغتر به وإن يقول تسمع لقولهم. فأثيرت عليه الشبه كما أثيرت على من قبله، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وهكذا أتباع الأنبياء أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه فيؤذى من هؤلاء ويؤذى من أولئك شياطين الجن والإنس، وربما يبتلى بإخوانه وخلدانه وطلابه، فكم يحصل هذا لا يعلم على مر العصور. عالم من العلماء ممن رفع الله بهم راية السنة وأظهر الله بهم معتقد أهل السنة إلا وكان على قدر كبير من أذية السفهاء،
لا يوجد. الإمام أحمد، من قبله الإمام الشافعي، وهكذا شيخ الشافعي الإمام مالك، وهكذا من بعدهم، كم حصل لهم من الأذية، وكم حصل لهم من إيصال ما يؤذيهم في أنفسهم، وربما في أهليهم، وربما في طلابهم. فما كانوا يتزعزعون ولا يتزحزحون، بل يرون آية صدق ثباتهم في تمسكهم وعدم تزعزعهم. لأن المؤمن لا تزيده المحن ولا تزيده البلاء ولا يزيده الابتلاء ولا يزيده الأذية إلا تمسكا، إلا تمسكا. بخلاف المنافق، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا حال المتزعزعين المتزحزحين الذين لا يعلم السر في هذه الأذية، وأنه سبيل التمكين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قيل للإمام الشافعي: أيهما أولى وأفضل، أن يبتلى الرجل أم أن يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. وقد أحسن من قال وأجاد في المقال: ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. هل سلم الله من أذية العباد؟ يؤذين ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يسبونه ويسبون أيضا رسول الله ويؤذونه. ما سلم منهم؟ قالوا أبتر، قالوا ساحر، قالوا شاعر، قالوا مجنون. آذوا رسول الله. فهل يمكن لداع من الدعاة أن يسلم من أذية أهل الباطل والأهواء؟ لا يمكن، لا يمكن. ولهذا من الضعف والخلل وعدم العلم والفهم أن يظن بأن الذي يبتليه الله إنما ما أراد به خيرا. ما يبتليك الله يا أيها العبد الصالح، ويا أيها العالم العامل، ويا أيها المجاهد المثابر، إلا ليرفع درجتك ويعلي مقامك، ويرى الله منك صبرا وثباتا. هذا هو. فكما سمعتم، ابتلي هذا العالم الجليل بصنوف أهل الريب وأهل البدع وأهل الفجور والفسق، وابتلي أيضا بإخوانه، ببعض إخوانه الذين ربما على نفس الطريق. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الأول من حديث عبد الله، والثاني من حديث جابر. اتقوا الظلم،
لا يجوز أن تظلم كافرا قد أخذ الله على نفسه الميثاق أنه لا يدخل رجل من أهل الجنة الجنة وعنده مظلمة لرجل من أهل النار. وقد خاب من حمل ظلما، هذا إذا كان الظلم لأعادي المسلمين، هذا إذا كان الطعن في أعادي المسلمين، فكيف في عليتهم وكيف في أئمتهم وكيف في قدوتهم وكيف في أدلتهم وكيف في هداتهم، كيف سيكون الأمر؟ رجل تراه مصلحا عالما عاملا سنيا محبا للسلف، يسير بسيرهم يعلم عقيدتهم ويربط الناس بالسير الذي ساروا عليه، ثم تأتي لتصب جام غضبك وهكذا تأخذ الراحة في الكلام في عرضه. قال المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ من يذكر لنا الآية؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، تعلقوا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نلعب، كنا نقول كلام نصلي بها أنفسنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قد كفرتم من بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة إنهم كانوا مجرمين. فالطعن في أعراض الصالحين والطعن في أعراض العلماء العاملين إجرام مجرم. ولهذا المجرم لما يسأل ويقال له: ما سلككم في سقر؟ ماذا يقول؟ لم نكن من المصلين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. نخوض مع الخائضين، نتكلم ونستهزئ، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يعني كان يسخر من أهل الحق، كان يسخر من المؤمنين. وقال الله عز وجل: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا، سخرتم منهم، استهزأتم بهم حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فتكلموا في عرضه وأثاروا عليه وتجمعوا، فل الله جمعهم وشتت الله شملهم، جمعوا شبهات وخرقروا في آذان بعض الضعفاء وتصيدوهم وأبعدوهم عن متن الدعوة السلفية طعنا في رموزها وطعنا في دعاتها وطعنا في حملتها. ولا يسلم كما سمعت من هذا أحد ممن تصدر لهذه الدعوة. ومن أعظم الشبه وأشدها قولهم: إن الحجور يطعن
في النبي صلى الله عليه وسلم. واعتبروا هذا الطعن بدعة، يعتبروا هذا الطعن بدعة. فاجتمع فيهم رأيان منبوذان، رأي عند الادعاء ورأي عند الإلزام. أما عند الادعاء فقالوا يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رأي الخوارج الذين يضخمون الأمور ويطلقون ويضخمونها وماذا يوصلون ماذا يوصلون المعصية إلى حد الكفر، وهكذا إلى حد الشرك، وهكذا البدعة يرونها ربما شركا، هكذا من هذا الباب. فإذا ألزمتهم وقلت لهم الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ هو كفر أم بدعة؟ كفر بالإجماع. الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. أهل البدع الذين ليست بدعتهم مكفرة هم أنفسهم لا ينازعون في هذه المسألة، ولهذا إنما نبدعهم لنوع تأويل يحصل عندهم. إذا كانت بدعتهم مفسقة، وإلا في هذه المسائل لا اختلاف أن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع. فلما نلزمهم بهذا يقولون لا، ربما قال بعضهم لولا الورع لكفرت الحجور، لولا الورع. أين الورع من تبديعه فضلا عن تكفيره؟ أين الورع من تفسيقه فضلا عن تبديعه؟ أين الورع هذا؟ أيكون مقام الحجور أعظم عندك من مقام النبي وقد طعن في النبي؟ أين الغيرة على رسول الله؟ الطعن في رسول الله نتحمله للحجور؟ نقض الطرف من أجل الحجور ونقول لولا الورع؟ والله لو علمتم طعنا منه للنبي والله لكفرتموه ولا كفرناه نحن. لكن الكذب رخيص، الكذب رخيص، والعدو لا يبالي بما يقول. فلهذا كانوا قبل خوارج لما حكموا على هذه المسألة المعروفة بين أهل العلم، وسنتطرق لها. ولما ألزمناهم بالتكفير رجعوا إلى إيش؟ إلى الإرجاء. هنا يعني ما يريدون يكفرون، يطعن في النبي نعم كفروه، يقول لا. إذن المسألة فيها هوى، وليست المسألة مسألة دينية أو غيره أبدا. الشيخ حفظه الله سئل عن مسألة، هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية؟ عند إخوان وعند من يكون تبعا لهم وسائل الدعوة اجتهادية، ولهذا إذا أرادوا أن يمثلوا لك إبليس يأتون بواحد منهم يلبسونه ثيابا أسود ويعطونه ذيل أبو متر ويعطونه من هذا الشعر ويقولون أيها الإبليس يا أبا مرة ماذا تريد؟ أين مسكنك؟ أين أنت؟ فيجيبهم هذا إبليس، لأنهم
لأنهم تعبوا من القراءة في الكتب، بل ما عندهم قراءة في الكتب وما تلقوها أصلا، هم تلقوا العلم بهذه الطريقة، وأيضا جاءوا بفكرة التفجير. تفجير، إن وجدت جمعا من الكفار تفجر نفسك، هذا يعتبرونه وسيلة، ما في دليل لكن اجتهاد يقول. ولهذا يقول الصاوي في كتابه كأنه لإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ، يقول نحن طائفتان، طائفة تنكر وطائفة تفجر، أنتم طائفة تفجر بوم، والطائفة تقول هذا حرام، هم متفقون لكن يرون هذا من وسائل الدعوة، يبقى هذا الشيطان الذي هو الشيخ حقهم الذي يفتي للناس بهذا الفكر الغريب الذي لا يجوز. وقد قال الله لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ما يجوز أن يقتل الإنسان نفسه، لكن يذهب يشوه هذا الدين العظيم بمثل هذه الأفعال، وتنعكس وينعكس شؤم هذا الفعل على إيش؟ على الإسلام والمسلمين والدعاة، فلا يمكن لهم ويظن فيهم. ولهذا إذا رأوا رجلا ملتحيا مستقيما وفي يده السواك وعنده الثوب، ربما يخافون ويتشاءمون منه، يحسبون أنه هذا بم. في الغالب الإخوان ليس هذا شكله، تجدهم سرولا، ومن هذا الربطة ويفجر، هذا من وسائل، وله وسائل أخرى. وهكذا الجمعيات يأتون لك بهذا الطريق، يقولون اجتهادية، اجتهادية على طريقة المنظمات. أول من أسس الجمعيات المنظمات التنصيرية، معروف هذا، لا أليس كذلك؟ هل هناك جمعية لأبي بكر الصديق ها؟ ولا جمعية لعثمان ولا جمعية للشافعي؟ ما فيش أبدا، ما احتاج المسلمون إلى الجمعيات أبدا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يجد المسكين يعطيه. منذ أن جاءت الجمعيات المسكين ما عنده شيء، يريد شيء يقول والله نعم أعطيناها الجمعيات، وأذهب عندهم، وأصحاب الجمعيات يقولوا والعاملين عليها، أليس كذلك؟ مسكين والله ما يجد ما يأكل، كان قبل الجمعيات التاجر يخرج ما عنده ويعطيه، وينظر إلى بيته ويذهب ويتفقد حاله، لكن هؤلاء يلتقطون من هنا ومن هنا ومن هنا، لما يأتي عند التاجر يقول لك اذهب عند الجمعية، وفي الجمعية حفظه واحد بس والعاملين عليها، أما هؤلاء المساكين وحالهم لا. هذا أخذوا من وسائل الدعوة، وربما كذبوا، كما جاء بعض الصوفية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نكذب لكن ليس على رسول الله وإنما لرسول الله، لرسول الله. يأتون بأحاديث عجيبة، ترغيب، يقولون ترهيب، ما لك يا فلان هذا حديث موضوع، يقول لك سيقويه الله سيقويه الله، هذا مكذوب على رسول الله. هذه كلها من باب الوسائل، حتى إن أصحاب الموالد لو جيت عندهم تقول هذا ما فعل الرسول، يقول لك نعم ما فعله الرسول، طيب ليش تفعله؟ يقول نحن في بلاد الكفار، نحن في بلاد الكفار، وينشأ الولد لا يعرف عن الدين نعرفه في هذا اليوم، سبحان الله، يعني دعوتك موسمية يوم واحد تعلمه بس، وباقي الأيام أين يذهب ابنك؟ لكن أهل السنة يعلمونه صباح مساء ليل نهار، يرون هذا من وسائل الدعوة. وفي الحقيقة لو أتيت كل صاحب بدعة من طريق، يأتيك من طريق هذه الوسائل.
ولهذا قال العلماء وسائل الدعوة توقيفية، إنما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد فيما لا نص فيه ولا وحي، يجتهد هكذا يقول الشيخ، فإن اجتهد وأخطأ يأتي الوحي ينبهه. هذا خلاصة كلام الشيخ، وذكر قصة ابن أم مكتوم في سبب نزول قوله عبس وتولى، وذكر استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المنافقين. هذه موجودة في القرآن. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني: هل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول في اجتهاد؟ وإذا اجتهد هل يحصل منه الخطأ؟ قال: قولان لأهل العلم، وأكثر أهل العلم أنه يجتهد، فإن اجتهد لا يقر على الخطأ، أما عدم إقراره على الخطأ فهو بالإجماع، أما أنه إذا اجتهد هل يخطئ هذا فيه خلاف بالإجماع. وأكثر أهل العلم، قال شيخ الإسلام: وليست هذه المسألة من مسائل التفسيق والتبديع والتكفير، ومن تجاوز الحد وحكم على من قال بهذا أو بأحد هذين القولين حكم عليه بالبدعة أو بالتفسيق، قال يستحق أن يعاقب أشد العقوبة. يعني لو في حكم ولو في محكمة من يقول هذا القول بأن الحجور يطعن في النبي، نأخذه من أذنه لا المحكمة، يجلد حد الافتراء، لأن هذا افتراء. أو كلما أراد مبتدع أو صاحب هوى يريد أن يتنقص عالما من علماء السنة يبدأ بهذه المسألة. تجاوزات ابن تيمية في حق النبي وأهل بيت النبي، مجلد نزل في القاهرة في المعرض الدولي، كتاب تجاوزات ابن تيمية في حق النبي، يعني طعونات ابن تيمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية يطعن في النبي، الحجوري يطعن في النبي، والشركة واحدة، مدئن منافق كما يقال. أين الصناعة؟ صناعة المنافقين الذين يشيعون الأكاذيب والأراجيف. الأراجيف، وهذه المسألة مسألة مطروحة في كتب الأصول، لا بد لطالب العلم أن يلم بها، لأنها مسألة مهمة. هل النبي يجتهد أم لا؟ نعم، لا بد أن يعلم. اللجنة الدائمة يقولون اجتهاد النبي في المعاملات إجماع، وفي غير ذلك في العبادات وفي غيره خلاف، والراجح بأنه يجتهد، فإن اجتهد وأخطأ لا يقر. هذا من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ اللجنة الدائمة. اللجنة الدائمة تقول هكذا، وهكذا قول الشنقيطي في أضواء البيان، والألوسي في روح ما فيما ماذا روح المعاني، وقد سمعت بأنه قول جمهور العلماء، وكم أيضا وأكده الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار كتاب الاستغاثة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه المسألة ليس فيها طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولما برز قرن هذه الفرية
كتب الشيخ ربيع ردا على أول من أبرزها وأظهرها الذي هو الزعابي، وكتب هذا الرد بيده وأرسله للشيخ يحيى وأضاف به الشيخ يحيى، وقال الشيخ ربيع انشره باسمك. ولا زالت تلك الرسائل موجودة عند الشيخ يحيى. الشيخ ربيع أرسل بهذا وأيد الشيخ يحيى، وله قول نفس قول الشيخ يحيى، ولكنهم أرادوا يحيى فقط، نريد يحيى، اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي، هكذا يا أخي. هذا قول الجمهور، خل الجمهور الحجوري يا أخي. قول ابن عثيمين، خل العثيمين الحجوري يا أخي. قول اللجنة الدائمة وشيخ الإسلام، نريد الحجوري. تعرفون الجيب، هذا الجيب الضبع، جيب هذا يحب البق، عرفتم البق الضعن، بق ولا بق، إذا شاف البق لو يحسن 300 بق يقتله مرة واحدة. قالوا مرة جاء الجمل فقتل أبناء جيب، جمل قتل أبناء جيب، يعني قتل أبناء الضبع، فجاء الضبع إلى البق يريد يقتلها، قالت ما ليس أنا من قتل أبناءك، أنا ما قتلتهم إنما الجمل. قال لا لا لا، الجمل خلي، أنت الذي قتلتهم. هكذا لسان حالهم، يريدون يحيى، لكن الرفعة بيد الله جل وعلا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. الله هو الذي يعز، ذاك الله الذي شينه شين وزينه زين، أليس كذلك؟ فالعز بيد الله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لا يعلمون، ما عندهم يقين، لكن المؤمن عنده يقين. جاء الشيخ حسين الصلاحي إلى الشيخ يحيى. طبعا الشيخ حسين الصلاحي كان عنده يعني مكان في الفيوش. جاء عند الشيخ وسمع بعض كلام الناس، وقالوا يا شيخ، قال يا شيخ الجماعة مجمعون على إسقاطك، ويقولون لا بد من إسقاط الحجوري كما أسقطنا أبا الحسن. قال كلمتان، قال كلمتين، قال أبو الحسن أسقطته ذنوبه، جاء بمنهج جديد وفكر جديد. قال أما أنا فأعتقد إن أخطأت أنه واجب علي أن أتوب. قال ولا أبالي، واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإذا اجتمعوا على أن يضروك لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولو يجتمع من بأقطارها على هذا العالم الجليل والله لا يبالي بهم. ورأينا هذا رأي العين، عنده من اليقين الأمر العجيب. هذه هي المسألة خلاصة، فيزيدون فيها يقولون قال الحجوري أخطأ النبي، هكذا بهذا الإطلاق أليس كذلك؟ ويقولون أخطأ النبي في وسائل الدعوة، هكذا بهذا الإطلاق، يزيدون وينقصون، فليفعلوا ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا، فالأمر أمر الله، والوقوف بين يدي الله، وللكل موقف بين يدي الله. ثم أيضا طيب، ثم أيضا بارك الله فيكم مسألة أخرى، وهي يقولون أنه يبدع عثمان، يبدع عثمان رضي الله تعالى عنه، أليس كذلك؟ قال الحجوري يقول عثمان مبتدع. هم لعلمك، أنا سمعت
لواحد اسمه خالد بن عبد الرحمن، تسمعون عنه؟ المصري، موجود في مصر، جاء بقول والطلاب يصححون له. الحجوري ما قال بهذا النص، إنما قال هكذا، قال لهم إذا كان يجوز أن ننقل كلام الرسول بالمعنى فلماذا لا ننقل كلام الحجوري بالمعنى؟ هل هذا الكلام يستقيم؟ يستقيم هذا الكلام؟ هل لكل أحد أن ينقل كلام الرسول بالمعنى؟ من يذكر الشروط؟ من يذكر شروط نقل الحديث بالمعنى؟ أولا أن يكون عارفا بما يحيل المعنى، أليس كذلك؟ لابد أن يعرف هل هذا المعنى يحتوي معنى الرسول، هل هذا الكلام يحتوي معنى الرسول. الأمر الثاني أن لا يحفظ النص. الأمر الثالث يقول أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع ألا يكون هذا اللفظ مما تعبد به. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولنبيك ونبيك الذي أرسلت، قال الصحابي ورسولك الذي أرسلت، صوب له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ونبيك الذي أرسلت، فلا يجوز أن تأتي بالأذكار بالمعنى. وهكذا القرآن إلا إذا كان على معنى الترجمة وماذا وتفسير. أما كلام الخلق لا بد أن تأتي بالكلام كما هو دون زيادة ولا نقصان، لأن هذا الكلام الذي أنت تأتي به تحكم به عليه في عرضه في عقيدته في تسننه، فكيف تستجيز أن تنقل هذا الكلام بالمعنى؟ فهمتم؟ الشيخ يحيى قال ذكر مسألة فقهية وهي الأذان الأول يوم الجمعة ما حكمه، فرجح وترجح لديه أن الأذان الأول يوم الجمعة ما كان في عهد النبي ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في شطر من عهد عثمان وأحدثه عثمان، كما في حديث الزائد في صحيح البخاري. فجمع من العلماء يرون أن هذا بدعة. جاء هشام بن الغاز إلى نافع مولى ابن عمر يسأله، فقال سألت ابن عمر فقال لي بدعة محدث وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فمن العلماء من قال المقصود بالبدعة هنا بدعة لغوية كما أشار إليه الحافظ ابن رجب، وهذا لا يستقيم. بالله هشام بن الغاز يسأل فتوى ما حكم أذان الأذان الأول يوم الجمعة، يسأل عن الأذان الأول فيجيبه لأن هذه بدعة بالمعنى اللغوي، يسأله عن اللغة. فهمتم كلامي؟ يسأله عن اللغة، يستدلون بقول عمر نعمة البدعة، هي هنا بدعة لغوية سياقا سباقا لحاقا تدل على أنها بدعة لغوية، وإلا ما كان لعمر أن يقر البدعة. لكن هذا سؤال. ثم قوله كما في كتاب وكيع فيما نقله ابن رجب وإن رآها وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فلما علم الشيخ لأن هناك من الناس من يستغل ولا يجلس إلا على الذباب إلا على الجرح، كما قيل كثير من الناس مثل الذباب يراعي بعينيه جرح المصاب، ويا ليته كلما ذب قاب ولكنه كلما ذب أب، كل شيء إذا ضربته إذا أهنته نهرته يهرب، حتى البس بس إذا قلت لا تمشي. كما قيل عن بعضهم كان يصلي يريد الصلاة وأمامه السمك، السمك عرفتون السمك آسى، طيب فجاءت البس وهو في صلاة جهرية يريد أن ينهرها وهو في الصلاة، قال بسم الله الرحمن الرحيم الله، ثم هربت البس.
لكن الذباب كلما قلت لهم امشي يرجع، ولهذا سمي الذباب ذب يعني امشي، آب يعني ارجع، ذب آب. فهمتم الذباب لماذا سمي ذبابا؟ هكذا كثير من الناس هذا حالهم. فقال الشيخ: هل تقولون بأن عثمان مبتدع؟ قال: معاذ الله، خليفة المسلمين وزوج ابنتي النبي والذي جهز جيش العسرة والمبشر بالجنة والذي تستحي منه الملائكة يذكر هذا كله، لكن هذا لا ينفع عند هؤلاء أبدا. يقول الحجور يقول مبتدع، الحجور يقول معاذ الله أن أقول فيه مبتدعا. إذن ما بقي لهم، لهم صريح ما في، لكن لازم القول، لازم القول. هل لازم القول قول؟ أين تأصيل المسألة تأصيلا علميا؟ أنا أسألهم سؤال: أتدرون ما هو الطلاق البدعي؟ الطلاق البدعي من يعرفه؟ له ثلاث حالات في العدد والزمن. أما في العدد أن يقول إيش طلقتك ثلاثا، هذا بدعي. وأما في الزمن أن يطلقها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيها. فهمتم؟ فهمتم؟ وهو لم يتبين هي حامل أم لا. هذا الطلاق البدعي الذي يطلق عليه العلماء طلاق بدعي، ويذكرون صحابيا جليلا وقع فيه، من يذكره؟ ها أين أصحاب الفقه؟ ها عبد الله بن عمر، ها يا أصحاب الإلزامات، هل عبد الله بن عمر مبتدع؟ ها عبد الله بن عمر مبتدع يا قوم؟ نقول لأولئك، لكن لا يسمعونا، ممكن بيسمعونا، سيأتيهم، سيصلهم هذا الصوت بإذن الله. هل نقول عبد الله بن عمر مبتدع؟ يقولون لا لا لا. إذن ليش تقول هذا طلاق بدعي؟ قل طلاق سني ما يستطيع. هل كل من وقع في البدعة مبتدع؟ هذا قول خارجي حدادي ويقعون فيه ثم يتصورونه في غيرهم، يقولون لغيرهم مبتدعة حدادية، هذا أصل الحدادية، كل من وقع في البدعة فهو مبتدع. ماذا قال محمود الحداد في فتح الباري؟ ماذا قال؟ قال لابد أن تحرق. لماذا؟ لأن يقول لأن ابن حجر كان جهميا وابن حزم كان جهميا، يعني نحرق المحلة وفتح الباري وهكذا دواليك ودالي ودواليك، إلى أن ننتهي من الكتب كل من الكتب كلها. هذا التسلسل في التبديع وتصور المسائل هكذا ما هو إلا من أولئك الحدادية. الحدادية يقولون كل ما وقع في البدعة مبتدع، أليس كذلك؟ ولهذا يلزمون الحجوري إذا قلت هذا بدعة فإذا أنت إيش تقول؟ عثمان رضي الله تعالى عنه مبتدع. ثم عكازهم في هذا الإجماع الذي نقله ابن المنذر وتناقله غيره منه، والإجماع هذا إجماع سكوتي يقول عنه العلامة محمد بن علي بن آدم الإثيوبي رحمه الله إجماع سكوتي منقوب. من الذي نقضه؟ عبد الله بن عمر ومن بعده ممن أخذ بقوله، فلا إجماع في هذه المسألة. فهمتم إخواني هذه المسألة؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على الحلي بن المطهر الذي كانوا يلقبونه بابن المنجس أو بابن النجس، قال: لو وجد خلاف في هذه المسألة فهو خلاف في الأفهام، خلاف فقهي لا يوجب اختلاف الأمة. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا من عقله ومن علمه ومن إنصافه ومن رجاحة عقله. أما هؤلاء يرونها أصلا من أصول أهل السنة التي خالف فيها الحجور أهل السنة. قال بها العلامة الإمام الوازعي وكل طلابه أو جل طلابه يقولون بهذا القول.
يقولون لا لا نريد إلا الحجول. قال به الإمام الصنعاني يقولون لا لا نريد إلا الحجوري. وقال به تقي الدين الهلالي يقولون لا لا نريد إلا الحجوري. يقول قال به الإثيوبي يقولون لا نريد الحجوري. قال به هشام بن غاز ونافع وابن عمر يقولون لا لا نريد الحجوري. فهمتم؟ فإذا المسألة مسألة هوى. هوى عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنه، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أطاح لها لسان حسودي. وهكذا قولهم، قولهم إن الحجور يقول ها السنة معظمها وحي. فهمتم؟ معظمها وحي، يعني بعضها ليس بوحي. لم يقل هكذا بهذا الإطلاق، إنما قال السنة توقيفية وتوفيقية. توقيفية على ماذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد مقابل النص أبدا، ما كان يجتهد. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا في مسألة فيها الوحي، لا يتكلم عن اجتهاد أبدا. وهكذا أيضا معصوم في التبليغ، لكن يجتهد. ولهذا لما جاء، لما قال أن المجاهد يقصر له في أول قطرة، كان أطلقها أم لا؟ فجاء جبريل وماذا قال له؟ إلا الدين، إلا الدين. وهذا قول جمهور العلماء كما سمعت. ومآل التوفيقية، إيش معنى التوقيفية؟ التوقيفية عرفته أنه على وحي. وما معنى التوفيقية؟ يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقره الله على ذلك. فإذا أقره الله على ذلك أصبح إيش؟ ها؟ دينا يتبع. وإذا حصل ما يستدعي التنبيه يأتي الوحي. ولهذا لما سئل العلامة الفوزان ما حكم من يستدل بعبس وتولى والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، قال نعم يجتهد فيما لا نص فيه، أما في التبليغ والوحي لا يجتهد. بعضهم اتصل بي يقول يا شيخ في ناس يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة، قال هذا مرتد. يعني أتى به هكذا بهذا الإجمال، أتوا به. ما يقول الفوزان هذا طعن في النبي، فهذه يعني أصول خالفة فيها الحجوري أبدا. ولو علم أنه، ولو قيل لهم هذا الشيخ يحيى ينقلون عنه هذا الكلام لتثبت. لما سمع بأنه في المدينة في المدينة وأخبر بأن الشيخ يحيى هناك قال نزوره، فقال له الشيخ عبد الحميد يا شيخ أنت كبير في السن وأنت أهل لأن يؤتى إليك، انتظر واستريح والشيخ سيأتيك. وذهب إليه الشيخ لأن الشيخ أصغر منه، حفظهم الله جميعا. هكذا يجلونه، هم يحبونه ويجلونه، يعرفون قدره. إنما الذي لا يعرف قدره من ليس له قدر. الصوفية يقولون ماذا؟ يقولون ومن تراه عائبا لشيخه فإنه لعلة في نسبه. لكن هذا الكلام ما هو صحيح ولا يجوز، وإنما نقول ومن تراه عائبا لشيخه ننظر هل يعيبه بحق أم بباطل. فإن عابه بحق نقول هذا يجب على الشيخ أن يتراجع عنه، وإن عابه بباطل نقول للتلميذ اتق الله ولا تبغي على شيخك. وهكذا يقولون الحر مبلو بأولاد الزنا، ويقولون بأولاد الخنا، وهذا كلام كله لا يجوز، مبني على قولهم من قال لشيخه لما لا يفلح. يقولون هكذا. طيب بارك الله فيكم. فهذه المسألة توقيفية على وحي، توفيقية على إقرار. وهذا الإقرار أطلق عليه بعض علماء الأصول بأنه وحي باطني. وحي، الوحي الظاهر هو الذي ينزل به جبريل، والوحي الباطن هو الذي يقره الله عز وجل، يقر به، يقر النبي عليه الله عز وجل. ومآل هذا وذاك كله دين.
فهمتم؟ كله وحي. ولهذا لما سئل الشيخ في مسألة في مكان آخر عن هل السنة كلها وحي، قال السنة كلها وحي باعتبارها توقيفية وتوفيقية، ما قالها إلى إيش؟ كلها توقيفية. فهمتم كلامي؟ حفظكم الله. يعني لا تنهزم أمامه الباطل أبدا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالمؤمن عزيز بالحق لا يخاف بالله لومة لائم. وهكذا أيضا مما يقولونه أن الحجوري يسب العلماء، الحجوري يسب العلماء سباب شتام، يعني يتكلم بكلام يستحي منه النساء. الله المستعان. عندنا أصل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من لم يخاطبنا بالحسنى لم نؤمر بمخاطبته بالحسنى. فهمتم هذا الكلام؟ وأصله: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل عاقبتم به، وجزاء سيئة سيئة بمثلها. قيل للشيخ الألباني رحمه الله، اتصل به طالب من الطلاب: السلام عليكم يا شيخ، ونحن ندافع عنكم ونحبكم ونتابع أخباركم ونريد كتبكم، لكن أهل البدع تعبونا في شيء. قال: في أي شيء؟ قال: يقولون الألباني دائما في مقدمات كتبه مع المصارعة يتكلم في هذا ويناقش هذا ويتكلم في ذاك. فهمتم هذا الكلام؟ يعني أبتلي رحمه الله ببعض المشاغبين وببعض أهل العلم والفضل. أبتلي: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لا بد أن تبتلى. فقال: هل سمع أولئك، هل رأى أولئك؟ انتبه لهذا السؤال الذي يدل على رجاحة عقل الإمام الألباني، وهكذا ينبغي أن تكون أنت. قال: هل سمع أولئك الذين يؤنبونني ويعاتبونني ويأخذون علي هذه المصارعة إن صح التعبير، هل رأوا كلام خصومي فيه؟ هل رأوا كلام من يعيب علي؟ هذا السؤال. فهمتم هذا السؤال؟ قال: لا. قال: إذا علموا وعرفوا وسمعوا كلامهم فيا لقالوا الإمام الألباني قصر، لقالوا الألباني قصر معهم، الألباني ما أعطاهم حقهم في الدقدقة. فهمتم؟ فنقول هكذا: هل سمع أولئك الذين يقولون الحجور يسب العلماء، هل سمعوا كلام خصومه فيه؟ قالوا: سفيه، قالوا: كذاب، قالوا: فاجر، قالوا: يطعن في النبي، قالوا: ولد، قالوا: خراء بوال، قالوا: طويلب، قالوا: جويهل، قالوا: يسب الصحابة، قالوا: إبليس اليمن. في مرتبة فوق إبليس؟ ما في. على أنه قد تراجع عن هذه الكلمة وقد أفضى إلى ما قدم، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له. فكل خصوم الشيخ نتحدى أن يأتوا بواحد بدأه الحجور بالكلام عليه، ونتحدى أن يأتوا بواحد أساء إليه الحجور بكلمة. وهذا الطرف الآخر ليس له كلمة فيه أبدا، ما تجد. ولهذا أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدع يذكرون ما لهم فقط. إيش معنى هذا الكلام؟ ليس معنى هذا الكلام أن أهل السنة أن على أهل السنة شيء، لا. لما نقول أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، هل على أهل السنة شيء؟ هل على أهل السنة ضلالة مسجلة مثبتة؟ أبدا. إنما أهل البدع يقولون في أهل السنة أقوالا عجيبة، قالوا مجسمة، قالوا حشوية،
قالوا قدرية، قالوا جبرية، قالوا 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 أشياء عجيبة، حجاورة، حدادية، فجاورة، ماذا جامية. أليس كذلك؟ يقولون أشياء كثيرة ويدعون أشياء كثيرة. فأهل السنة يأتون بهذا الذي يدعونه، يأتون أنتم تدعون هذا والصحيح هذا، أليس كذلك؟ هذا هو معنى قولهم لهم ما يعني يأتون بما لهم وما، لكن أهل البدع يدسون ما عليهم لأنه باطل باطل، ويذكرون ما لهم أي ما يظنونه أنه لهم، فيعيبون على السنة. ليس لهم شغل شا يشغلهم إلا الطعن في أهل السنة والتنقص من أهل السنة والازدراء بأهل السنة. فلهذا أقدم بعضهم على قص كلام الشيخ يحيى، قصه من سباقه ولحاقه. ها؟ ولا تقربوا الصلاة. بالله عليك لو جاءت الآية ولا تقربوا الصلاة، هل ستأتون الصلاة؟ ها؟ ولا تقربوا الصلاة. وهكذا قول الله عز وجل فويل ها للمصلين، هل ستأتون للصلاة؟ أبدا. يقطعونها من سياقها ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا الذي يفهم من خلاله السياق يحذفونه فيأتون فويل للمصلين ولا تقربوا الصلاة، هكذا يأتون بمثل هذا، يقطعون سباق ولحاق كلام الشيخ ويجمعونه في شريط واحد. اسمع ماذا قال الحجوري، سقط فجره، يقولها في الزنادقة في الرافضة، سقط فجره زنادقة. كيف يسب علماء السنة؟ وهكذا في رده على عمرو خالد، يقصونه على أنه في علمائهم، حتى قالوا الحجوري ليس معه عالم، ليس معه عالم ولا يوفق عالم، وليس العلماء كلهم ضده. بالله هذا ميزان؟ هل الميزان أن يوافقك الخلق أم الميزان أن توافق الحق؟ الميزان أن توافق الحق، الجماعة هو الحق، هي الحق. ولو كنت وحدك، ابن تيمية جابها علماء الأرض شافعية مالكية حنفية حتى بعض الحنابلة، وهو لوحده قارعهم. وكذا الإمام أحمد، أكثر العلماء خافوا على أنفسهم، ومنهم من قتل بقي وحيدا، لكنه بقي مع الحق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. يبقى مع الحق، الحق أحق أن يتبع، الحق أقوى من الرجال، ولا نسلم لهم أن الشيخ يحيى ليس معه علماء أبدا. ما هذا الكلام؟ علماء الأرض من علماء السنة، لا نعلم أحدا يطعن فيه إلا من تأثر بمن علمتم، هذا لا نملك له إلا الدعاء. لكن الجل يحبون هذا العالم ويجلونه ويحترمونه ويستقبلونه، ولولا أنه لا يريد أن يذهب الوقت عليه ويريد أن يعود إلى طلابه ربما استقبلوه من أقصى السعودية إلى أقصاها. وقبل شهور وهو في جنوب المملكة جهزت وزارة الأوقاف له صالة، واجتمع الطلاب من هنا وهناك، وتعجب الناس مما حصل من الخير، ووصل حتى إلى نجران. أين هذا الذي تقول ليس معه أحد؟ معه الحق وهذا يكفيه، ومعه علماء الحق وهذا يكفيه، ومن حصل منه بعد بسبب وشاية فذاك شأنه. فليست المسألة مسألة أن المكاثرة، مكاثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فليست العبرة بالكثرة، فهمتم إخواني؟
الذي يقول أن الحجور يسب العلماء قول له من سب، مثلا يقول لك فلان، قل له هذا فلان سمعت كلامه في الحجور، فإذا قال لك نعم فقل له أنت ظالم، قل له أنت ظالم، قل له هو رد السيئة بسيئة مثلا. نحن لم نؤمر بأن نخاطب الذي يخاطبنا بالسوء نخاطبه بالحسنى. ماذا قال أبو بكر لعروة بن مسعود الثقفي؟ أمصص بضرة اللات، هذه كلمة شديدة، سيقول هذا فحش. لا ما هو فحش، هذا في مكانه، الشدة في مكانها واللطف في مكانه، هذا هو الرفق بعينه. فهمتم إخواني؟ هناك ربما شبه يعني يأتون بها، وكلها والله ما فيها عظم ولا لحم، كلها قتلها طلبة العلم بيانا وتحذيرا من لأصحابها بأن يكونوا يتكلموا على علماء الحق. هذا رجل رفع الله به قدر أهل السنة، نفع الله به ورفع به راية السنة، أينما ذهبت تجد طلابه يعلمون الكتاب والسنة، يطعن في النبي ويطعن في الصحابة، والرافضة يقتلون ابنه، يقتلون أخاه، يقتلون طلابه، ويرومون قتله، ويتآمرون عليه، يتآمر عليه الغرب والشرق من أهل الشر، ويطاردونه من هنا وهناك، وهو يطعن في الصحابة. الذين يطعنون في الصحابة لهم مقاعد عند أهل الباطل، معززون مكرمون، فلا هو رافضي ولا هو إخوان طائشي ولا هو قطبي ولا هو بنائي، إنما هو سلفي تعلم على إمام الوادعي، وهو غرس مبارك ثبته الله وثبته الله ثبته الله حتى الممات، وثبتنا جميعا. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا للبر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يعرف لعلماء الحق قدرهم، ويذب عنهم، ويرفع راية الحق أمام أهل الباطل أينما كانوا شرقا وغربا، والحمد لله.